البروجي الاخر ولا منعسنا يومين ديال سالينا تسرب هو كان تسرب اخويا بواحد الطريقه ما عرفتش واش اللي مقصوده ولا وهي باينه مقصوده صراحه. اللي بغي نقول هو الله يهديك الله يهديكم الشباب الله راه حنا كنتحاربوا وكنعرفش كنخليوهم نديروا صاحبي باش كنزيدو نطلعوا الفالور ديال هاد البلاد هادي وفي الاخر كيجي واحد راسو مربع كاري تيخرج على جو بونس الجينيراسيون اللي قبل منا ما كانوش كيدويو على حقهم حتى كانوا كيخافوا تقطع عليهم هذيك الرزيق اللي عندهم ولا مي فهمتي هذا باغي حيت كتقديم هذا كيدوي في هذا الاصداء ديال واحد النقابات ماشي نقابات ولكن المهم الناس ما كيتيقوش في البرودوي المغربي. انا اللي نقدر نقول لك زعما المشكل ديال لوتوريزاسيون في المغرب ما كرهش يكون عنده واحد الوقت قصير اللي تاخذ فيه لوتوريزاسيون. سي أناس ترونكي صافا كلشي هو هذاك والله إلا صافي بليزيغ أخويا تكون عندنا في برنامج طوال في البودكاست صراحة. المهم قبل ما نبداو مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة على برنامج طوال توكس. هاد الحلقة غادي تكون تخي سبيسيال وأنا نقول لك علاش حيت الأودينس ديالنا أولا الحلقات اللي كنديرو نورمالمون كندويو على بزاف ديال هادشي اللي متعلق بالأونلاين بيزنس الإيكوميرس دروب شيبين تريدين كدا اليوم غنخرجو من السياق ديال طوال توكس وغادي نبعدو شويه على داكشي اللي كندوي عليه نورمالمون قبل هكا سي انس. الله والله الا ميرسي بوكو حيت قبلتي الدعوه باش انك تكون معنا في برنامج طوال توكس وشكرا بزاف حيت انت اول جاس كتكونفيرمي معايا في 5 دقائق اخويا ما كاينلاش تبقى تجبد في لاسيك ولا تبقى تصنع ولا تكري شي حوايج اللي ما كاينين صافي شي واحد انفيتاك خصك تكبر بيه كما كبر بيك وتشوف اكزاكتومون داكشي اللي كاين. ديجا كنتي تفرجتي فشي حلقه في برامج التوتر؟ تفرجت في هذه الاخرى اللي كان معك الانفيتي مروان اكريكزي. الحلقه زوينه صراحه عجبني الكونتوني وداكشي علاش قلت واي نوت. الله يحفظك دونك البرامج التوتر عجبك من الاول بعد زوين الكونتوني زوين داكشي في المستوى و كيفرح الله يحفظك يوتيوب مغربي غادي لا ضروري الويب مغربي غادي يولي في تطور ما بقيتش غنشوفوا داك الشوهه ديال الروتين اليومي هذيك الشاب واش يقولوا دابا معمرهم كانوا صراحه راه كاين شوف حنا اللي كنخليو داكشي يطلع فهمتيني فاش كنقولوا حنا يعني المجتمع ديالنا السوسايتي ديالنا هي اللي بقى شويه فهمتيني كيبغيو ديك الجوسيب كيبغيو ديك الشوهه كيبغيو يتفرجوا وعلاش نظرك زعما نقدروا نقولوا كيسيون ديال الكبت لهذا المكبوت عزالي يتفرج في داك الشيء ما عرفش فهاد الشيء شوف هذا مخلفات ديال واحد الحقبه زمنيه قديمه فهمتيني اللي كان بنادم عزيز عليه باقي تيطلب من الشرجم ويتشفى ولا بغيه هذاك حب فهمتيني حب المعرفه لواحد الحاجه اللي ما كتهموش دونك هاد الشيء المهم نتمناو حنا الجينيراسيون ديالنا جو بونس غادي تبدل اكزاكتومون حتى في هذه القضيه نورمالمون كيلعبوا على هذيك سكون ابيل باد بوز باش نورمالمون شي بروجي الا باغي يدير واحد الشهره اللي خياليه خاص يمشي بهذه اللعبه ديال الباد بوز كما كتشوفوا اخرا في واحد البرنامج في الاولى بلا ما نذكروا السميه ديالو. شوف انا كنآمن بواحد القضيه الا كان عندك واحد الكونتوني زوين راه ضروري بنادم غيبغيك من الاخر بلا ما نبقاو نقلبوا على الباد بوز ولا نمشيو نديروا واحد الحاجه اللي ممكن دار باش نجيبوا ناشيريو لاطونسيون ديال الاودينس اكزاكتومون هادشي اللي كاين صراحه انا كنآمن بلا كاليتي و اكزاكتومون وحتى ملي ذكرتي هاد الكلمه ديال لا كاليتي ولينا كنشوفوا يعني في الكونتنت ولا في الكرياسيون ديال الكونتوني اون جينيرال ولينا كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات اللي طلعوا في لا كاليتي ولينا كنشوفوا حتى في لاكولتور ديال الراب في المغرب ولا في الموسيقى ديال الراب حتى هي طلعت النيفو شويه وطلعت الدرابو سورتو مع الموسيقى ولا الكليب الاخر اللي كنحط طوطو داك البروجي اللي حط طوطو ديال سالينا فاش جمع فيه 12 رابور اللي ما عمرها ما دار
لا في المغرب ولا جو بونس حتى في العالم كامل ما عمر ما دارت انا وجماع 12 ولا 13 كيداروا باش نصحح على المعلومه هذيك كيداروا كيتسموا سايفرز كيداروا في امريكان مو امريكان راه ما مولين الشيء كما كنقولوا وكيداروا بطريقه السايفر تيكون اما فريستايل يا اما داك الشيء كيكون مدروس بواحد الطريقه ديالهم كيفاش كيخدموها ولكن على حساب تراك صراحه ما عمرها بانت ليا قبل داك فهمتيني وكان خاصو يدير هادشي باش كتزيد بالفالور ديال الموسيقى في المغرب وتاكسبورتها تولي تسمع في بلدان اخرين داك انت بروبوز عليك طوطو هذا البروجي هذا نورمال ولي بروبوز صراحه كنت جاي للمغرب حتى المهم كنت في المطار وهادي وكنتسنى في البوردين ديالي في الطياره درت واحد ستوري بحال هكا في الاي جي وشاف طوطو فهمتيني اكسيتا قال لي ويلي انت جاي قال لي راه كاين واحد البروجي اللي كاين واللي كاين واللي كاين صيفطوا لي سور بلاص سمعتو انا باقي تنسمع قلت لي شوف انا معاك طحن دابا انت فاش جاتك لا بروبوزيسيون في الاول باش حسيتي في ديك الوقيته انك حيت جو بونس ما عرفت واش ديجا خدمتي بحال هاد لي بروجي ولا اول مره يعني ذا فيرست تايم انك خدمتي بحال هاد البروجي حيت هو راه بروجي كبير نورمالمون صراحة هو تشالنج وفي نفس الوقت كنت بغيت نعرف نتايا علاش قال داك وما كنتش بغيت انا من النوع اللي ما كنبغيش نطيح في لي كليشي و تيلا الا كان شي كليشي تيكون بواحد الطريقه نقدر نديرها بالطريقه ديالي يعني بغيت تقول بحال قلتي ما كتبغيش تبقى في داك الكونفورت زون ديالك كتبغي تخرج من الكونفورت زون وهذه واحده من داكشي اللي كنحارب فيهم راسي وكنتشالنجي فيهم راسي باش كنديفلوبي القدرات ديالي دابا هذا الشيء راه بقينا بدينا من الروتين اليومي شويه مشينا لا كاريتي شويه مشينا للراب دابا الناس دابا ما عرفوش بعدا شكون هو انس هو المخرج ديال الفيديو كليب ديال سالينا اللي كان فيه طوطو ستورمي اختك فارغاس حليوا عبدو في غوشين دونك كان جمع شي 12 هو كان جمع 13 واه غير البيك ما كملش معاكم ديك الساعه ف ضروري كيكونوا فلادي ديال اي بروجي ارتستيك تيكونوا واحد المهم مطبات ولا باش كيتش قال دي كونترانت ولا دي كونترانت فوالا تيكونوا الناس عندهم خدمه ديالهم عندهم هادي عندهم دي زونغاجمون داك وكنحاولوا نتادابطاو هما نقدروا نقولوا فهمتيني ما كانوا باغيين يلوحوا التراك في واحد الوقيته اللي ما كانش مناسبه بزاف للناس ولا المهم بحال هكا انا ما داخلش بزاف في الديتاي مي نخليوها في الوغ انت دابا اللي درتي الاخراج ديال الفيديو كليب وغادي نبدا معاك بعدا دابا راه حنا بدينا بواحد الانتروداكسيون في الاول نبدا معاك من السؤال الزيرو ديما كنبغي نبدا من ليطاب الزيرو كنبقاو غادي بواحد لونشينمون من السؤال الزيرو السؤال واحد السؤال جوج السؤال ثلاثه مرحبا شنو الحاجة اللي خلاتك انه تفكر دير الاخراج امتى بديتي بالضبط انك دير الاخراج وشنو الحاجة اللي خلاتك انك تاخد واحد ديسيزيون ديال انك تكون مخرج ديال لي فيديو كليب او ديال لا ميوزيك اون جينيرال صراحة انا في البداية الدولي كنت المهم ما جيتش من والو انا ديجا كنت ندير الموسيقى وكنت ندير لا برودكسيون ميوزيكال في واحد الوقيته اللي صافي ديسيديت انني نحبس داكشي وما بغيتش انا كيعجبني لا ما بغيتش نمشي نبعد ندير شي دومين اخر من غير هادشي ما كانش كيبان لي راسي غادي ندير شي حاجه اخرى من غير هادشي فهمتي من غير نبقى قريب للدومين ارتستيك دونك من صغري كانت تعجبني الكاميرا كان كيعجبني فهمتيني لا فوتوغرافي وهادي قلت علاش لا ما نمشيش ندير واحد الفورماسيون المهم فهاد الشيء ديال لا بريز دو فيو و لودي فيزيوال فين؟ المهم درت في واحد ليكول اللي المهم درت هنا في المغرب ولا في المغرب في كازا في المغرب وبقيت كندير دوطخ فورماسيون اللي كديفلوبي فيهم راسك كانوا دي فورماسيون اخرين اللي اوتو فورماسيون اللي كدير فيهم انت لي ريشيرش باش كديفلوبي راسك انت كانسان خصك ما تعولش على المدرسه خصك تمشي كتبحث كتقلب هادشي اللي كنصح به الدراري تقريبا طوطو فورماسيون فوالا حيت المدرسه ما يمكنش تعطيك كتسنى واحد تدخل واحد دوزور ديال الكور وتبقى تسنى بروف يعطيك واحد الحاجه اللي
يقدر هو يكون ما عندوش فهمتيني. وكتوقع كتلقى بعض المرات شي دراري كيكونوا زعما الهيدز ديال الكلاس روم شي يكونوا ديما تيجيبوا دي كيسيون ولا هذاك. كتوقع لي انا وقعت لي صراحه شحال من مره ديما كنسول البروف ولا هذيك تيكون عارف واحد الحاجه اكزاكتو فهمتي. وهذا درتي واحد لا ريشيرش قبل فوالا كتقلب في الانترنيت. الحمد لله الانترنيت اليوم راه فيها كلشي واحد الاوبن سورس اللي تقدر تعاون. كنشوفوا بزاف كنعرف بزاف الناس اللي عمرهم قراو الدومين ولا هذا وناجحين في الكارير ديالهم. داكور هاد اللعيبه اللي قلتي نورمالمون راه ماشي غير في الدومين ديالك انت، راه في لي دومين كاملين يعني فوالا سواء في الاوديو فيزيوال سواء في الزوت دومين تراسك ديال الحاجه اللي كنامن بها خصك تكون عندك لا باسيون ولا الدومين اكزاكتو وتكون امبيسيو فهمتيني باش كتزيد ديفلوبي وي اكزاكتو. ولكن ملي قلتي دابا قريتي دي كور اوتو فورماسيون قريتيهم في الانترنيت، واش ديجا عندك شي سميه ديال شي كور اللي باغي مثلا يبدا من ا تال زد هادشي ديال البرودكسيون اوديو فيزيوال؟ مقدرش زعما واش يقدر مثلا الا درتي غير في يوتيوب هاو تو ليرن؟ شوف هاو تو راه هي البديعه فهمت. كاين لي توتوريال كاين في يوتيوب كاين في جوجل كاين لي فوروم. ونصيحه لي فوروم راه تيعاونوا بزاف حيت كيكونوا فيهم ميم دي برو اللي تيكونوا حتى هما تيبغيو ديفلوبي راسهم تيكونوا عارفين ديك المعلومه دونك ما كيدخلوش الا كان واحد الانسان. عرفتي انا كندير بعض المرات كندخل الفوروم كيبان لي شي كيسيون ديال شي واحد متالف ولا هذا نحاول نشير هذيك المعلومه اللي عندي. وحتى انا فاش كنكون واحد في شي حاجه راه كنتعلم. شنو هي اول كاميرا جات في يديك؟ اول كاميرا جات شنو درتي بها وصورتي بها شي تصويره صورتي بها شي فيديو؟ باقي عاقل. اول كاميرا كانت شقلة نيكون تي 300 شي حاجه واحد السيري في 2010 جبونس ولا قبل. شنو صورتي بها؟ باقي عاقل. اول مره شديتها في يدي بحال هكا خرجت مع الدراري ولكن كان يجيبني سلو موشن. داكور شي سلو موشن كان شي حاجه كتسطيني زعما باغي نديرها باي طريقه باغي هادي مشيت خرج كنصور مع الدراري راك عارف اول مره كتصور كتدخل البوست برود كدير سلو موشن شي ستاكسلك كيطلع لك داكشي تشوبي فهمتيني الفريم ريت نازل عاد باش تعلمش بان خصني نصور في الفريم ريت طالع باغ اكزومبل 60 ايماج باش يلاه كتكونفورمي داكشي. المهم بحال هادي البدايات خاصك تخرج التيران كتعلم كتغلط وكتزيد قدام. اكزاكتو الا ما غلطتيش ما غاديش تعلم. هاد اللعيبه اللي قلتي ديال انه ضروري خصك تجرب باش انك تتعلم، الاغلبيه ديال الناس كيصحاب لي انه الا قرا فورماسيون من ا زد راه غيولي واعر. حيت انا كنعان بواحد اللعيبه ديال انه كاينين شي حوايج كيتقراو راك قلتي لي قبيله وكاينين شي حوايج اللي كيتفهموا عن طريق الاكسبيريونس يعني حتى كدوز من ديك حتى كتاكل العصا كما كنقولوا عاد كتقول نورمالمون كان عليا ندير هادي كان عليا ندير هادي كان عليا ندير هادي وفي لي دومين كاملين. وصراحة الاكسبيرونس راه ضروري فهمتي. انا شوف انا كندوي معاك بحال هكا وتنقول راه باقي ما وصلش لهذاك الشيء اللي باغي نوصل ليه فهمتي. داك الشيء اللي يعني انا راه باقي في البروسيس وباقي يعني كدير انت كتانسبيري من شي واحد اللي واعر عليك مثلا في امريكا. شوف كاينين بزاف الناس واعرين عليك راه ماشي في اي دومين تلقى شي ديما شي واحد واعر عليك. ما يمكنش تقول انا واعر ما كايناش اللي يقول لك انا واعر في شي دومين هادشي تيطنز عليك اخي ليغو داخله في ليغو اكزاكتو. ولكن مزيان ملي جبتي هذا لو بوين هذا انا كيبان لي والله ما عرفتش تتفق معايا ولا لا انه الا باغي توصل لواحد الحاجه اللي واعره بزاف خاصك تخلق واحد الكونكورون يعني ديما تكون ضد مع شي واحد. دابا انا مثلا كنحس براسي الا باغي ندير شي حاجه واعره تا كنكون ضد مع شي واحد عاد كيجيو فيا الغدايد وخاصني ندير وخاصني نفعل باش ضد في هذاك السيد باش نفوتو. اما الا ما كانش كونكورون كنبقى غادي ما على باليش فهمتي. تبان لك انت في هذا لو بوين ما عرفتش تقدر نكون متفق وما متفقش حيت الكونكورونس بعض المرات ما كيكون ما ك... شوف الانسان ما كيكونش ديما عنده نفس لي كونديسيون ديال واحد الانسان اخر اللي عنده على الاكسبيرونس ديالي فهمتيني. عرفت الناس اللي كيكونوا ميسورين كنخداو ماطوس في واحد البيريود اللي كانوا باقيين صغار دوزوا شي حوايج اللي ما دوزهمش ما كانوش متاحين لينا حنايا في واحد الوقيته. دونك علاش غنمشي نبقى نحمق راسي نقول لا علاش؟ بالعكس هادشي كيطيحك في واحد اللوب ديال ديبرسيون
تبدا تحقد على راسك تقول لا وهذه تبقى تلوم كتوقع. دونك انا نقدر نقول لك ما نتفقش في هذه اللعيبه هذه حتىش ما بلاش. انا كتوقع عليه كتوقع عليه باش كنكون ضد مثلا ما كنوصلش ضد في ما عرفتش في شنو نقول لك تقرب. شوف ضد هو ديما شي ماشي زعما كتحسدو بحال كتقول كاين دابا حيت كاين جوج الانواع كاين الحسد المحمود والمذموم كتقول يا ريت كون وصلت مثلا نفس ليطاب اللي وصل هذاك السيد ونفوتو وا كاينه ولكن لا ماشي ندور لك على الكومبيتيشن زعما بالبال المعنى ديال التنافسيه التنافسيه النبيله داكو فهمتي شنو نقول لك خاصه تكون خاصه يكون عندك هذا الاسبري هذا حتى الشو شي تعاون باش كديفلوبي كتقاد الكارير ديالك. وفي المغرب واش كتشوف انه كاينه واحد التنافسيه بين لي بروديكتور في المغرب؟ ما ضروري كاينه كومبيتيسيون كي دابا كذاب اللي قال لك ما كايناش كومبيتيسيون ولكن كيبقى خصو داكشي يلا قلت خص يبقى داكشي نبيل ما يكونش هذا باغي يطيح هذا كيدوي في هذا ولا فهمتي انا حيت كيوصلوك واحد الاصداء ديال واحد نقابات ماشي نقابات ولكن المهم كيكونوا شوف ضروري في لي دومين يكونوا ديكلون هذا كيرشح مع هذا وهذا كيرشح مع هذا واللي مزيان كتكون حاجه مزيانه حيت كتقدر تكون معاونه هذاك السيد اللي كيدير لك القضيه وما مزياناش عاوتاني واحد الناحيه حيت ما كتعطيش واحد الفرصه لواحد الناس اخرين اللي باغ اكزومبل ندوز في التكنيك كاين الناس اللي ماشي يجربوش يخدموا مع ناس اخرين باش كيجربوهم ويعرفوا شنو في الجعبه ديالهم ماشي كيما نقول. دابا راه هنا كان نقدر نسولك واحد السؤال ديما كنسولو لاي جيست غير طريقه السؤال كتختلف حيت كل حلقه كيكون الموضوع ديالها بوحدو. هذيك اللعيبه اللي قلتي ديال انه خاصك تجرب الواحد دابا كتلقى مثلا شي واحد باغي يخدم واحد البروجي هو توقع ديالو حطوه هنا اش كيقول مع راسو خاصني نجيب شي واحد اللي واعر اللي يقدر انه يوصل لهذا التوقع ديالي انا دونك هكاك علاش ما كتجيش ديك الفكره ديال انه باغي نجرب حيت ما غاديش يبغي يجرب شي واحد حيت ما غاديش يجيب لي داك التوقع اللي باغي يوصل ليه عرفتوش فهمتيني ولا لا اشرح لي فهمت شنو بغيتي تقول ولكن نقدر نقول لك دابخي ديك ليكسبيريونس اللي عندي ما بعد ما تقدر طيح في النيجاتيفيتي ديال واحد الناس اللي ماشي يكونوش في المود ديالهم ولا ماشي يكونوش في ما عرفتش ما باغينش يعطيه ولا ماشي في البرايم ديالهم فهمتي دونك ما تعطاوكش 100% كيكون باغي غير يضربك البروجي وصافي بالنسبه ليه تيبان لنا غير باساج داك فهمتي داك وكاين اللي كيفكر كاين العكس كيقول انا خصني نخدم خصني نبين باش كيكون عنده شغل كليسبري ديال باغي ديفلوب داك ولا باغي يبين باش يوصل لواحد النيفو اللي يقول فيه راه انا فهمتيني دابا راه درت واحد السميه باش نبقى خدام ديما داك وهاد القضيه اللي قلتي ديال انه خاصو يبين انت في البدايات ديالك واش جاوك لي بروجي ولا انت اللي مشيتي قلبتي عليهم في البدايه ضروري ما غاديش اوكي مثلا اول بروجي ديالك انت واش انت اللي قلبتي عليه ولا هما اللي قلبوا عليك بصراحه اول واش كدوي على بروجي فيه سالير فيه فلوس يعني اول بروجي باش يثق فيك بنادم صعيبه لا نقول لك انا فهمتيني الورك فلو ديالي يعني كيفاش داز مشيتش خدمت دي بروجي ارتستيك اللي كنكون فيهم انا كنتحمل المسؤوليه على كل حاجه درت ما كيكونش داخل فيهم انترميديير اللي كيكون يعني كيعوج لك واحد الفيزيون ديالك يعني انت بروجي بحال ديالك انت نيت بروجي ديالي من الارت كتبي بلي هذيك الساعه كتكون تحمل المسؤوليه ديال الاوتبوت كامل صافي كتكون فرحان به كتقول راه هذا راه ديالي غنحطو في البورتفوليو ديالي وغادي يشوفو الناس وغادي الا غيتيق في داكشي اللي كدير غادي يجي عندك. الوغ سي انس انت تبارك الله عليك خدمتي مع بزاف ديال الروابا في بلجيكا في اليوكي وحتى في المغرب الوغ ماشي الروابا المهم كاين المهم في الميوزيك فوالا في الميوزيك اون جينيرال في لاندوستري ديال الميوزيك اون جينيرال الوغ بغيت نسولك المهم بالضبط في الراب كي كتجيك لاندوستري ديال الراب في المغرب مقارنه بلاندوستري ديال الراب في اوروبا؟ صراحه لاندوستري في المغرب راه غاده في واحد الديفلوبمون لي زوين غير
غير خاص فهمتيني المجتمع يتقبل الفكره ديال ان غتولي واحد الصناعه اللي غادي تقدر تضرب واحد الاموال ولا واحد الارباح اللي مزيانه وتعاون في الاقتصاد ديال البلاد. بحال كما كيتشيقوا الناس في اوروب ولا في العالم كامل في الصناعه ديال السينمائيه ولا الموسيقيه ولا كما كانت النوع ديالها حيت هذيك كتكون بحال واحد لاديان ديال البلاد. واخا ملي جبدنا دابا الاندستري ديال الراب في المغرب غندويو دابا بالضبط على الروابا ولا لي زارتيست في المغرب. واش مهم بالدارجه ديالنا واش لي زارتيست ولا الروابا المغاربه كياكلوا طرف الخبز غير من ستريمين من يوتيوب ولا كاينين مثلا مصادر وحدين اخرين ولا اصول كما قال اب الغني ولا اب الفقير قال لك عمر الاصول اكثر من الاصول بزاف. شنو بان لك بالنسبه ل انا الصراحه ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال اكثر من واحد اللي مختص في هذا ولكن حيت انت خدمتي مع بزاف ديال الروابط تقدر تكون عندك شي فكره على شوف دابا كاينين الارباح ولكن الارباح كيكونوا عباره على داك الشيء اللي هذاك البيس فان اللي عندهم هما واش عندهم بار اكزومبل في سبوتيفاي واش عندهم في المانتلي ليستنر عندهم طالع ولا نازل ولا غير انا كنعطيك غير واحد بلاتفورم من بزاف لي بلاتفورم اللي كيكونوا ولكن ملي ذكرتي سبوتيفاي داز دروس قال لك اودي داز فواحد الانترفيو ديك الساعه كان قال لهم باللي الا ضربتي غير مليون في ستريمين يلاه 3000 درهم 300 دولار ما عرفتش الصراحه ما عرفتش شحال كيدخلوا ولا هادي ولكن الاغلبيه عندنا حنا في المغرب ما كيشريش الباك بريميوم. هذا داخل مشكل من بزاف المشاكل اللي كما قلت لك على قبيل على الصناعه الناس ما كيتيقوش في البرودوي المغربي فهمتي ما عرفتش واش ما كيتيقوش ولا باقي ما عندهمش ديك هذيك الثقافه ديال يمشي ويشري واحد البرودوي ديال واحد الارتيست ولا ولكن جو بونس هاد الجينيراسيون اللي طالعه عندها لاتوش هذه كيقدروا ينفيستيو في ولكن جو بونس راه كان قبل ديك الساعه كان هاد اللعيبه اللي قلتي ديال انه يتيق باش يشري برودوي مغربي كان قبل ما يبان سبوتيفاي في الجينيراسيون القديمه كانوا كيتشراو لي كاسيت تيشيرتات لي كاسكيت كانوا كيتشراو فوالا متفق معاك في هذه القضيه هذه. انا اللي كيبان لي فاش ولا هادشي ديجيتال بزاف ولا اكسيسيبل بواحد الطريقه اللي يقدر يكون ماشي ليغال ولا نقدر نقولها بحال هكا حيت كاين باغ اكزومبل المشكل اللي ولا واقع واللي كيبرزط بزاف صراحه كان كيتوشني حتى انا بعض المرات حيت فاش كيتسرب شي تراك ولا هذا كيتسرب شي تراك وقعت لينا مؤخرا في الكليب كيولي عليا تقريبا انا الضغط حنا باقيين خدامين في البروجي باقي في المونتاج. كيفاش كيتسرب الكليب؟ انا هادشي اللي بغيت نفهم كيفاش دابا انت كاين في الاستوديو كتقاد الموسيقى كتقاد كلشي عندك في البيسي كيفاش كيتسرب؟ كان جاك حنا تلقاو في الكليب كاينين صحاب النواسي اخويا وهادشي راه متداول في العالم كامل تيكونوا ناس اللي كيوصلوهم لي زوديو ديال المهم الان بي 3 ولا الويف ديال التراك ولا هادي كيسمعوا تيقول شنو تيكون عنده شي كونفلي مع هذاك الارتيست ولا تيقول شنو ولكن فين كيوصلوا دابا انت كتعطيه ليا انا كنعطيه صاحبي كيعطيه فوالا شي بحال هكا كيكون هاد النيتوركين الخاوي بحال هو راه كاين الحل ما تصيفط حتى واحد المشكل اللي كاين دابا اللي ما عرفتش واش غيلقاو لي الحل ولا لا هو فاش كتكون وقع البروغراماسيون ديال لي بلاتفورم فاش الارتيست فاش كيبغي يلوح تراك خاصو كيدير واحد البروغرام مع لي بلاتفورم كيعطيهم الوقيته ديال انه التراك خاصو يخرج في نهار فلان فلاني ولا هادي فهمتي دونك كيتحط قبل بريفي في لي بلاتفورم باغ اكزومبل كاينين شي بلدان تيطلع عندهم قبل الناس في المغرب اش كيديروا كيمشيو كيديروا في بي ان باش كيونلوكيو هذاك البلان باش يولي يسمع في هذاك بداك التايمين ديال البلاد باش يتيليشارجي كيشدو كيتيليشارجي تيحطو يا اما في تيليجرام تيبقاو ولا في يوتيوب ولا في يوتيوب نيشان باش زعما راه كيولي هو مول الاي دي زعما الاي دي شنو كيوقع ليك انت الناس اللي خدامه على صافي كتسمع اغلبيه ديال شي بروجي خدامين عليه اغلبيه ديال الوقت كنكونوا باقيين حنا خدامين في الايديتين في المونتاج وكتوصلك ديك الاخبار كتشوف التليفون ناري راه تسرى الطراف صافي كنوليو غير خصنا نخرجوا داك الشيء بعد البروجي الاخر والله ما نعسنا يومين ديال سالينا تسرب هو كان تسرب اخويا وبواحد الطريقه ما عرفتش واش اللي مقصوده ولا
وهي باينه مقصوره صراحه نجاوب داك خونا ما نقدرش نقول شكون شوف ما نديوش التقليد ولكن ما عرفتش ماشي اكيد حيت التراك كان عند كل شيء عند كاع لي رابور كان عندهم الفيرسون الاولى لا بريز دو سون الاولى اللي صورنا عليها كان عند كل شيء مده ديال شهر عند كل شيء عند 13 رابور كامل جات حتى اليومين اللي قبل اللونسمون وطلعه دونك شي واحد عنده شي ميه اللي ماشي هذيك وقبل ما يطلعوا صراحه شوف شي كان وقع داك الكونفلي شي المهم نقزوا هذا الكونفلي وهذا هذا الشيء ما كيعاونش ب ب الا بغينا نطلعوا بهاد الاندستري هذه بغينا نوصلوا لواحد النيفو نوليو اكسبورتي واش حنا المحتوى ديال المغرب علاش حتى هو ملي كيوليو جو دي انفيستيسور من على برا اللي كيكونوا زعما كيبان لهم راه بان هذا كيبان لهم المغرب راه محرك شويه وفيه ما يدار وهادي وراه يقدروا يحطوا فلوس باش تحرك القضيه تولي شي يشوفوا هاد كاينين هاد المشاكل هادي راه بيان سور راه شي هرب كيفيتو كتبقى عليهم المره الاولى الثانيه شو تيقولوا حنا راه ما تنتعاملوا مع شي ناس اللي ماشي بروفيسيونيل ولا هادي وهادشي صراحه ما عمر كتشوفوا برا عمر كتسمع شي تراك في برا تسرب اليوم ولا قليل نقدر نقول لك واحد 0 واحد النسبه ديال لا شونس اللي تقدر توقع فيها في القضيه هادي او اللي بغي نقول هو الله يهديكم الشباب والله حنا كنتحاربوا كن ما عرفتش كنخليو ما نديروا صاحبي باش كنزيدو نطلعوا الفالور ديال هاد البلاد هادي وفي الاخر كيجي واحد راسو مربع كاري تيخرج عليها دونك لي زارتيست في المغرب كياكلوا طرف الخبز مناش من يوتيوب ادسنس سبوتيفاي كاين اشهارات كيوصلوا اشهارات ولكن اللي عنده 2 مليون 3 مليون ديال الفولورز في انستغرام اما اللي الناس بادين سورتو لا جينيراسيون الجديده كتلقاهم كي انفيسيو بزاف ديال الفلوس لا من ناحيه الكليب لا من ناحيه انه يديروا الميكساج ديال الموسيقى اللي غادي يخرجوا شوف ندوي على الانفيسيسمون في كليب ديال كتلقى الكليب كيضرب 100 كا راح يضرب على الدقائق راه غير شهر واحد اللي كيدوز ولا جوج المهم حنا ندوي على الصناعه لا المهم ندوي على غير على كيفاش لارتيست انفيسي في الكليب باقي ما وصلناش واحد النيفو ديال عندنا زعما بيج بادجيت باش نقدروا نديروا شي حاجه اللي واو داكو فهمتي حيت نورمالمون في لي ستوندار ديال الكليب على حق وطريقو راه كتبدا من واحد البري فهمتيني كتوصل ما كاينش شحال ماكسكان ما نقدرش نقول لك حيت كيكونوا ديك واحد لي كالكول ديال لابخو تيكون بزاف د الحوايج على حساب شحال حساب ما نقدرش نقول لك فهمتي لا عطيني انا غير شي حاجه تقريبا شوف بغيت انا شي كليب واعر شحال البادجي اللي خاصني نحط لا انا راه يلا عطيتك قلت لك راه كتبدا من ليدي من فهمتي من ليدي اللي كتعطيك لي كالكول ديال لابروت شحال هادي شحال خص هادي شحال بغيتي تقاد ديكور خصك تبني شي لعيبه خصك تجيب شي ناس كاسين وردروب بزاف د الحوايج كتلقى تيم على قدو خدام على داك البروجي فوالا راه كتكون ملي كيكون بيك بادجيت راه كتكون تيم كبيره تيكون كل واحد سبيسياليست في واحد الموقع في واحد لاطاج ديالو وراه هادشي علاش كيخلي هذاك الكليب تكون عنده واحد الفالور ثقيله تيبان الكليب هي دوزتو الحماق مع هذا الكليب الاخر ديال سارينا صراحه الكليب ديال سارينا شوف انا بزاف ديال لي بلون الكليب ديال سارينا هو كيتحسب ماشي بيج بادجيت كتحسب لو بادجيت حيت راك عارف غير رو ميوزيك فيديو راه غير دريل راه داكشي كانت فيه بزاف الزنقه وهادي هو التشالنج اللي كان فيه هو كان خصنا نبينو واحد ليماج اللي زوينه كاليتي واعره بداكشي اللي عندنا دونك خصنا نستعملو لوربانيزم اللي كاين في المغرب خصنا ندخلو بزاف د الحوايج باش كتبين داكشي ريتش ان كونتنت بحال داك البلان اللي صورتو فيه دراغانوف وفي كوشي باركينغ هذاك لا داكشي كان واحد الكراج كراج في سميتو في لا الكراج ديال الطوموبيلات فيه الميكانيك فيه بزاف لي بارتي وفاش مشيت ندير لوكيشن سكاوت بانوا لي هذوك البلايص هما اللي نقدر نصور فيهم بصراحه دونك عزلت هذاك الدراغا والاخر شفتو الدقيق
درتو بلاصه هادشي راه داخل في اطار التمثيل ولكن قبل دابا فاش بحال دابا انت كمخرج يعني قبل ما كتصوروا الكليب ضروري كتكونوا كتوجدوا مثلا ستوري بورد كن برين ستورمي وكنحطوا واحد لي زيد اللي كيبقاو تابعين لك سويت لوجيك ديال الشيء اللي كاين في الموسيقى داكور وعاوتاني اللوجيك ديال البادجيت ما يمكنش تجيب شي حاجه كبيره وما انت ما عندكش بيجي فهمتي البلان ما كانش دابا امريكان فايتين الناس عندهم البيجي طالع بزاف وراحت هما كيتيقوا في لي برودوي ديالهم هذا هو هنا فين كاين الفرق حيت الاندستري ديال الراب عندهم راه كطلع على الاقتصاد الامريكي بيان سور راه كندوف تما في لي مليار اصاحبي راه جوبونس وقالك شفتي الكليب ديال دريك اللي كان مشى كيفرق على الناس الفلوس وهادي باش دخل لك سوبر مارشي قال لهم حتى واحد ما يخلص انا نخلص عليهم عطيه شحال ديال الفلوس راه كان ديكلار فوق على جوبونس في البدا ديال الكليب قال لهم لابيل عطاتني واحد البيدجي ما عرفتش شحال ديال ما قالش ما نقدرش نقول شي بلان اللي تحسب عليه المهم واحد البيدجي اللي كبير اللي انورم 100 مليون دولار ما عقلتش مي شوف داك الشيء اللي نقول لك انورم ديال بصح و ناضو قال في بلاصه اللي مشينا ندير زعما كليب كندير فيه الشوف ونبان انا واعر هذا علاش جا شو الفكره ديال انه خصو يمشي عون الكومينوتي فوالا فهمتي ايدي واعره دخل فيها شويه الماركتينغ شويه هادي خلى بنادم يدوي شوف هنا راه كاينين دي استراتيجي كاينين بزاف د الحوايج يعني هنا فين كتشوف انه بزاف ديال هنا كاينه الانتيليجنس فهمتي تكون عندك واحد الشيء ملي واعره هادشي كدير واحد برين ستورمين كتشوفوا كيعرفوا السوق شنو خاصه في ديك الوقيته في ديك فهمتي في الكتاريو حيت ثاني حتى التايم دابا راه عطيك مثال غادي نسولك حيت الاغلبيه كيوقعوا في هذا البلان هذا كتلقى مثلا كيخدموا كتلقى واحد البروجي كيخدم عليه واحد التيم كبير و بديك الخدمه ديالو كتوقع انه راه هذا البروجي هذا غينجح بيان سي غينجح وكتجي كتحط البروجي داكشي اللي كنتي كتوقعه ما كتلقاهش لا قليل صافي كتوقع هادي سورتو ف ما كنهضرلكش على زعما بالضبط في الراب ولكن كنهضرلك اون جينيرال كتكون مثلا داكشي اللي نورمالمون خصك ديرو كديرو كتخدم عليه كضرب تمال هذيك التمال كتشوفها انت بعينيك مع كتشوف بعينيك كتقول مع راسك واه ضرب تمال هذا البروجي هذا غادي يعطي نتيجه وفي الاخر ما كيعطيش النتيجه ما كيعطيش الريزولتو النتيجه من اين ناحيه بغيت خصك تكون فهمتيني النتيجه يعني في الاخر ملي غتحط البروجي ديك الريزولتو اللي بغيتي بحال ما نعطيك مثال خدمتي مثلا ندوي حنا على الراب باش نمشيو في الدومين ديالك مزيان خدمتي مثلا واحد الفيديو كليب صورتيه على قد الحال داكشي هو هذاك ضرب جوج المليون ديال ليفي وجيتي مثلا خدمتي شي كليب واحد اخر الخدمه اللي ضربتي فيه اكثر من الخدمه ديال هذاك اللي ضرب جوج المليون ولكن كتجي كتلقى ضربها 500 كا مليون سهله عرفتي واش فهمتيني ولا لا فهمتك هي سهله فلار راه ما كتوقعش شنو كيعجب بنادم ولا كيبقى واحد التوقعات اللي خفاف فهمتيني كتلوح داك الشيء وكتسنى روتور ديال الفيدباك ديال البوبليك فهمتيني بعض المرات راه كيوقع شي حوايج اللي فريمون كيشوكيو كيكون بعض المرات التراك واعر والكليب عيان و تيصدق تيمشي مزيان علاش حيت التراك غطى على وكتوقع بزاف هادي غطى على الكليب ولا بعد المرات كتلقى الكليب دار واحد البوان بلوس زاد التراك وخا التراك كان زعما بين وبين وكاينه الاخرى اللي هي اللي كتكون كطيح سويت سبوت ديال بصح هي اللي كيكونوا بجوج كيكونوا واعرين وهذاك اللي فين كنشوفوها صراحه داكو فهمتي داكو شحال فيديو كليب خدمتي انت ماشي بزاف صراحه شحال كاع زعما 50 60 100 لا شي بعيد ياك بديتي انت هنا عام بالضبط بديتي اوفيسيالمون انا مخرج ديال اول كليب كنت لحتو في 2014 ولا هادي لا ورا تبارك الله راه 8 سنين دابا ولكن 8 سنين راه كان فيها بزاف تقطع فهمتي كنت مشيت راك عارف كنت هاجر تخرج المهم كيوقع بلانات هادي كانت واحد الاستقرار اللي مازال كنتش في المغرب كنت تحسبات علي هاد القضية هادي ديال علاش ما كاينش بزاف ديال كيما كيقولوا زعما بزاف ديال لي برود انا صراحه مش نعيش في المغرب ولكن كنجي باش كنخدم كيجيو دي بروجي كنجي كنخدمهم في المغرب صراحه وديما
يعني قبل سيرينا كنتي ديجا انت كنتي في بلجيكا. بلجيكا و تخدم بروجي و جيت حيت كان عندي بروجي اخرين ابار 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 لي فيديو كليب باش ندير شي الاشارات داك الشركه هادي و هادشي صراحه جاربي العمل. انت اللي كتقاد لهم السكريبت وكتصور لهم دوك لي بلان اللي خاصهم. لا شوف كاين بزاف بالنسبه لفاش كتخدم مع شركات كيكونوا كيكون داكشي مطرق كتكون ايكيب ديال الدي ا الكليان عارف شنو باغي دونك كتبقى فليكزي شنو غادي شنو البون بلوس اللي غادي تزيد نتا على داك البروجي فهمتيني. وغالبا تعيطوا لك حتى عندك انت داك الكلاتوج ديالك عيطوا لك في ديك ستيل حتى كتعرف دير ديك القضيه فهمتي المهم. و فاش كتجي كتلقى بزاف لي بروجي واجدين كتستمع عليهم. كيفاش خدمتي شركه ديال الاشراف برا؟ عمرك خدمتي شي شركه ديال الاشراف هنا في لا خدمتش انا بزاف ديال لي زاجونس هنا في المغرب ديال بزاف لي بروجي سميت ولا بلاش بلاش نديرو الاشهار نديرو لهم الاشهار لا ماشي على قضيه الاشهار ولكن المهم كاينين بزاف تقدر تقول شي وحده ولا اخرى تنسى لك ويحسبوها عليك فهمتيني. كتوقع ولكن ترونكي صراحه ما كاينش مشكل. واخا دوينا شويه على الراب المغربي نورمالمون هاد السوجي هذا ما خاصناش نمروا عليه مرور الكرام. باين باين شتي انت مؤخرا ناض واحد الصداع على حقوق المؤلف المغرب ما كيعطيش الحقوق للارتيست ولا المؤلف وكنشوفوا بزاف ديال المغنيين اللي كانوا معروفين في الاول مات ليهم الحوت من بعد ولا كتلقى عايشه في براكه ولا عايش في شي بلاصه اللي ما كيستاهلش انه يعيش فيها حيت كتشوف انه عطل المغرب قبل لواحد الحاجه اللي كيفتخروا بها المغاربه في برا يعني سوا في لا ميوزيك سوا في لاغ اون جينيرال كتجي وكتلقى في الاخر كيوصل 70 عام 80 عام. سؤال شويه كيلوحوا في الزبل كما كنقول. شوف انا ما متفقش من هذا المهم حتى البوان دو فيو ديالك انت يا كيجاك شنو هو البوان دو فيو ديالك انت على هذا الصداع اللي وقع ديال بلاد. البوان دو فيو ديالي هو خص زعما هادشي تفرق بواحد العقلانيه ونحيدوا علينا ديك المحسوبيه وديك التخربيق ديال النقابات حتى كيبقى في كل حال صراحه ملي كتشوف هادشي باقي في المغرب وحنايا في 2023 راه قريبه 6 شهور اللي بقات فهمتيني دونك خصنا نديروا شي حل. وصراحه عجبوني الدراري فاش كيدويو على حقهم حتى جو بونس الجينيراسيون اللي قبل منا ما كانوش كيدويو على حقهم حتى كانوا كيخافوا تقطع عليهم هذيك الرزيق اللي عندهم ولا مي فهمتي هادشي راه داخل عاوتاني في واحد الايديولوجي اخرى قديمه وهاد المخلفات ديال واحد الحقبه. دابا الدراري الحمد لله فاقوا وفايقين من شحال هادي غير دابا وصلت لقيته اللي خصهم ياخذ كل واحد ياخذ حقه. ما كتشوفش ان الناس اللي شادين المشكل فين كاين هو هذوك الناس اللي شادين البي ام دي حيت كتلقى مثلا دوك اللي جيتي تشوف دوك الناس اللي مكلفين بي ام دي قدام ما غاديينش مع نقدروا نقولوا ديك لا ريفولوسيون ديال الراب في المغرب اولا في لاغ اون جينيرال. خويا راه في اي دومين ياك خص تكون تكون مواكبة ديال العصرانة ديال ديك الدومين بالضبط. وخص لي جون يتونكاجاو بزاف ويخدموا في هاد المجالات هادو حتى هما اللي غادي يفهموا هما اللي يفهموا الجينيراسيون هادي صراحة حيت ما يمكنش كيكون هاد الكونتراست ديال لاج واحد كبير كتجيب ليه واحد الموسيقى ديال لوربان فهمتيني ما غاديش ما تكونش عنده يقدر ما يفهمش هذيك الهضره اللي كتقول حيت السلانغ ديال الزنقه راه حنا ندويو على الراب ما ندويوش على الار ان بي ولا داكشي حيت داكشي دايز مفهوم. وكتوقع الناس كيمشيو كيحطوا لي برودوي ديالهم شي تيبغيو هذا يحفظوا المشاريع ديالهم ما كيبداو المهم هذاك كاين شي حيت خدنا ما كيفهموش داك البرودوي حيت البرودوي جديد عليهم وهذا الشيء راه داخل عاوتاني في الصناعه حنا ديما نبقاو نرجعوا لديك اللوب ديال الصناعه لاندستري فوالا دونك بغيتو هادشي يزيد لقدام خص الناس تزيد تعق. هي الكاميرا قدامك شنو هي الرساله ديالك اللي بغيتي تقولها للناس اللي شادين بها
خويا ما عندي ما عنديش اليوم شوف ما عنديش اليوم ما كنعرفش شي واحد دايور تما يا ما عنديش شي مشكل بان ما عندي معهم شي مشكل اصلا كما قلت لك راه خاص غير الناس تخدم بواحد العقلانيه و ويكون زعما كل واحد ياخذ حقه هادشي اللي شي نقول انا راه هذا غير بوين دو في ديال ما عندي مشكل مع شي واحد لا يقطع عليك الرزق ولا ما شوف انا اصلا ما نقيد في بي ام ديال والو انا من الاولين خصني حتى نتقيد في بي ام ديال حتى كيكونوا ديك الحقوق المجاوره اش بونس اللي كتسمى حقوق المؤلف ولا حقوق شي حاجه المهم مجاوره اش بونس كاين حقوق المؤلف حقوق المنتج حقوق المخرج بحال هكا مستفيد فوالا ممكن كاينين شي حقوق خصنا نتخاذو ولكن هادشي جاي ان شاء الله الوغ سي انس بقاو دابا جوج ديال الاسئله و ساليو الحلقه ديالنا انا بغيت نشوف انا ما عنديش مشكل نبقى معاك حتى ل 11 ديال الصباح ما عنديش مشكل ندخل معاك هنا وندخل معاك هنا شوف هو صراحه بزاف الاسئله بزاف الاراء والاراء كتختلف ولكن المهم هذه دابا زوينه جينا بها والله الا صافي بليزير والله صافي بليزير انا كندوز معنا في البرنامج ديال تور توكس جو بونس هذه الحلقه هذه غادي تعجب بزاف ديال الناس واخا حنايا لودونس ديالنا انتريسي بهادشي ديال الايكوميرس دروب شيبين لونتربرونيا قرايه وكذا اليوم اول حلقه جو بونس اللي غادي نخرجوا من داك السياق ديال هرس ولكن نورمالمون حيت كتلقى واحد كيدير الايكوميرس وكان كيتصنت الراب الاغلبيه فينا حنايا راه كنصنتوا الراب يعني باش نكون معك واضح راه كلشي كيتصنت الراب خدام وكتسمع راه خدام ولكن راه كدير الراب الا سي نورتين ما كيتصنتش الراب الو سي نور الدين راه هو الضيف الموالي الو سي انس شنو المشاكل اللي كتلقاو في لابخود اللي كتبغوا تخرجوا شي كليب ولا ما كتبغوا تقادوا شي كليب في المغرب يا صراحه كاينين بزاف المشاكل اللي نقدر نقول لك من اول مشكل فاش كتكون في البري برودكشن في طور الانجاز ديك البروجي المشكل اللي كيبرزني انا بزاف هو التوقيت ديال كيفاش تاخذ ديك لوتوريزاسيون ديك البيرميشن باش تخرج تصور في الزنقه ولا في شي بلاصه عموميه واش حيت دابا نورمالمون كنشوفها مثلا في اوروبا المهم الناس كيقولوا لي في اوروبا الا بغيتي الا كان شي اوندرو بوبليك عندك الحق انك تصور غير الدرون كتبغي لوتوريزاسيون خاصك تكون انت بعدا عندك واحد لايسنس كدرونيس بانك تابع لواحد المنظمه ديال هاد لي درونيس وهادو وعندك البيرميشن باش بانك كتقدر تطير بها وبلا ما بلا ما تخسش مثلا ولا تخس الخصوصيه ديال الناس وما تبقاش باغ اكزومبل الناس طيح عليهم ولا هادي خصك تكون متمكن من ولكن بالنسبه للماتريال العادي ما ماشي بالنسبه للماتريال العادي لا نورمال ترونكيل الا كنتي غادي تبلوكي شي طريق ولا هادي خصك ضروري تاخذ واحد لوتوريزاسيون من الكومين ولا المهم هادشي في اوروبا فوالا فلور انا في المغرب واخا تصور في اوندرو بوبليك خصك لوتوريزاسيون بيان سور داك خصك اوتوريزاسيون خصك اوتوريزاسيون ثاني من الولايه ولايه اوكي باش تصور فيديو كليب باش تصور فيديو كليب ولا اي حاجه جو بونس اي حاجه حيت انا كنشوف مثلا دوك الناس ديال الافلام القصيره راه كيصوروا بلا اوتوريزاسيون وراه هذا مشكل هذا الشيء دابا اللي كنمرات كنشوف شي مشاهد كتجيب الوقت وكتلقى الناس كيدوا عليها ولا هادي كتشوف واحد المقطع كيبان لك كيديروا واحد لي ستانت شويه صعاب باغ اكزومبل بالموتور ولا طوموبيل ولا هادي هما ماشي الناس برو اللي كيديروا ستانتين فهمتي دونك كيقدروا يعرضوا الناس للخطر اكثر من انهم اللي بغاو من بعد يخرجوا داك الفيديو ويعجبهم وما كياخذوش لوتوريزاسيون كيخرجوا ما كياخذوش لوتوريزاسيون حيت ما عندهمش الشركه ما عندهمش واحد الصفه قانونيه اللي تخليهم بانهم يخدموا في الشارع العام ولكن كتلقاهم كيدوزوا البروجي ديالهم بخير وعلى خير كيدوزوا حيتاش الاغلبيه ديالهم جو بونس كيصوروا غير في هذيك الحومه ديالهم هذيك الحومه ديالهم باش يكونوا باش كيعرفوا الناس ولا هادي ولا هادي انا اللي نقدر نقول لك زعما المشكل ديال لوتوريزاسيون في المغرب ما كراش يكون عنده واحد الوقت قصير اللي تاخذ فيه لوتوريزاسيون يعني البروسيس ديال اليوم غدا ناخذو باغ اكزومبل هذه مزيانه علاش باغ اكزومبل بعض المرات يجوك دي بروجي من على برا
تيكون فيهم لارتيست مونغاجي في دوت خضات اللي تيكون قراب بار اكزومبل عنده تشور عنده شي بلانين ديال تيكون عامر ديال لارتيست يكون عامر فريمون وعنده غير واحد يومين اللي خصو يجي فيها المغرب ويصور فيها وانت كطيح في داك المشكل ديال ناري راه عندي ارتيست كبير وهادي وكيفاش ندير لوتوريزاسيون ناخذها عرفتي باش فكرتيني واخا خارج السياق ديال لوتوريزاسيون طوطو فاش كنبغي يمشي لنيجيريا ديك الساعه فاش كان هو طوطو ديزيدروس واش واحد المسابقه ديال احسن مغني في افريقيا ومشى ديزيدروس وطوطو ما مشاش ما خرجش ليه الفيزا ما عرفتش كان وقع عليه هذا المشكل جوبونس كان وقع عليه ديجا هذا المشكل وكان دوى عليه هذاك مهدي بن سعيد وزير الثقافه ياك وزير الثقافه كان دوى عليها قال لي غادي نحاولوا بان نلقاو الحل ديال هاد المغنيين والمؤلفين اللي تخرج لهم فيزا سوف بلاص وصراحه راه هادشي اللي خصو يكون حيتاش لارتيست راه كيسوق لواحد البلاد وكي كيسوق لهاديك الثقافه ديال ديك البلاد دونك خصو يكون عنده واحد الباس اللي تيخليه وتسمح ليه بانه يسافر بواحد الاريحيه بواحد الفليكسيبيليتي فهمتيني اللي تعاونو وتقدر تديفلوبي ليه بزاف الحوايج في حياته بحال الصحافه فوالا صحافي حتى هو راه ما رتهم ما عندهم مشاكل ديالهم راه شي قال لي واحد الصحافي كيمشي وبلا ما عرف الصراحه كيفاش كيدوز داكشي ديالهم مي هما تيكونوا واقيلا عندهم قضية شويه ساهل حيت عندهم لاكارت بريس تيكون شويه قضية ساهل باش نرجعوا لك الموضوع ديال لوتوريزاسيون ما كرهتش زعما لك البروسيس يخفف شويه مي بحال دابا فاش كتمشي تدفع قانونيا باش تاخذ لوتوريزاسيون خصك شركه تكون عندها لاغريمون هادي روينه تعطيهم سينوبسيس تعطيهم ستوري بورد ولا الدوسي الفيديو تريتمنت وتسنى واحد المده كيقول لك من سيمانه حتى ل 10 ايام دونك يعني دابا نورمالمون خاص الارتيست اصلا هادشي كامل خصو يوجد ليه قبال وحنايا راه شوف ولينا عايشين في واحد الحقبه راه الفاست لايف راه واحد السرعه راه ما يمكنش راه تقدر بنادم يغمض عينه وشي تدخل فلوس فهمتيني وي اكزاكتو دونك خصنا نكونوا مواكبين لهاد العصرانه وهاد الشيء هذا دابا انا فين غندخل التكنولوجيا وندخل هذاك الشيء اللي كان داير نورمالمون في الطويل توكس دابا كتلقى بحال هادشي نورمالمون هاد الاوراق هادشي ديال الاوراق ديال الاداره لوتوريزاسيون هاد الشيء كامل انا ما كرهتش انه خاصو يكون ديجيتاليزي طلبوا في ان سيت انترنت يكون بازي على البلوك تشين يعني ما تقدرش تصور شي ورقه ولا كيو ار كود وداك الشيء ولا متاح ليك في البلاصه ولا شي حاجه بغيتي تخلصها كتخلصها بكونت بونكير ولا كل شيء ولا متاح دابا انا مازال ما فهمتش انا خاصك لا بغيتي تجيب دابا عقد السياق تمشي للمقاطعه وتجيب جو بونس الدوله خدامه في هذا في لاسبي هذا راه الحكومه الجديده دابا راه ولاو خدامين على هذا الشيء وصراحه كتفرح ملي كتسمع زعما راه هذا الشيء غادي يولي ديفلوبي غير حنا خدينا بزاف الوقت علاش بزاف الوقت باش يلا نوصلوا لهذا النيفو هذا وحنا فهمتيني الناس راه وصلوا هذا الشيء راه هرسوا شحال هذه الباريرات هذا الشهر شحال هذه تما في بلجيكا عندكم داك الشيء ديجيتاليزي كاين شي حوايج اللي كتمشي كتبقى عليهم فيت فيك تاخذهم فهمتيني في الكومين ولا داكشي فيت في خصك كيعطيوك هذا الرونديفو ديالك خصك تجي فيه في الوقت حتى انت خصك تكون كاين مواطن صالح اكزاكتو لا كحقوق ولا كواجبات فوالا اكزاكتو الوغ غنساليو الحلقه باخر سؤال شنو النصيحه ديالك تعطي الدراري اللي يلاه باغيين يبداو في البرودكسيون ولا باغي يخدموا في البرودكسيون ولا باغي يولوا تما مخرجين بحال كاسيانز انا عارف دابا غادي تواضع ولكن المهم اخويا قويت عليا خويا لا لا والله عطينا عطيني واحد لا ليست كامله من التجربه ديالك انت شوف انا نقدر نقول انا براسي باقي ما وصلتش لهذاك الشيء اللي باغي نوصل ليه وباقي خدام على بزاف الحوايج خصني نبدلهم فيا بزاف الحوايج خصني نتعلمهم وهادشي ماشي يعنيش بانني ما نقدرش ننصح الشباب اللي باغيين يديروا هاد المهنه هادي ولا زعما يقراو هادشي ولا يخدموا فيه
نصيحه واحده اللي تنبغي نقول هو خصك تكون باسيوني اول حاجه، تكون كتبغي داكشي. شوف خصك تكون كتبغي مليون في المية، ما كاينش زعما تبقى تكذب على راسك ولا تبغي الدومين حتى باغي تلاقى شي واحد مشهور ولا هادي. الا كان عندك هاد الافكار هادو من الاول غير عوج، حيت النهار الاول فاش غتفشل غادي تسال ما كاينش نتقلب. شوف ما غاديش توصل لداكشي اللي بغيتي، ما موخ حتى نطيح في ديك البابل، عرفتي ديك البابل الخاوي تقدر تفرقع عليك في اي لحظه. بحال بغيت تقول لي مثلا شي واحد باغي يبدا في شي دومين وباغي يبدا فيه حيت باغي الفلوس، الا النهار الاول ملي غطيح ما غاديش تقدر. حنا الفلوس ما بدينا تكون كتبغي داكشي. شوف الفلوس ما بدينا كندوق حلاوتهم حتى ضربنا بزاف الاعوام ديال الشماره والروينه. راه شرحنا قبيله في بدايه الحلقه، شرحنا كيفاش كنبدا انا الخدمه، كيفاش بديت الخدمه ديالو الكارير ديالي. يعني بعض المرات خدمنا فابور، فهمتيني؟ انت اللي كتجيب فلوس باش تشري ماتيريال؟ بيان سور، انا ملي عقلت ولكن ديما انا كنانفيستي في الماتيريال ديالي، وكنبقى مواكب زعما التكنولوجي، شنو الكاميرات الجداد هادي، كتبقى تشير داخل في لي ريشيرش، وبحال كل الناس كيتعلموا. دونك خصك تكون باسيوني من الاول، خصك تكون باسيوني، ما تكذبش على راسك. الا ما كانش عندك هاد النغزه هادي، هادي راه صافي عارف راسك ما لاقش للدومين هذا. هو صراحه شي حاجه اخرى هي الكومينيكاسيون، خصك تكون كتكومينيكي زوين، تكون عندك واحد بعد على السطح. ما هذا الشيء راه شوف خصك تكون اش كيقولوا لها مع هذا لا شوف محايد، خصك تكون محايد ملي كتدخل للدومين هذا، خصك حتى توصل لواحد النيفو تكون اماتور، توصل لواحد النيفو تولي المهم ما بين وبين شويه دوز توب بلاير بروفيسيونيل. ما تبقاش ما كاينش مجال للغلط، اي حاجه كدير كتحسب عليك. دونك ما فيها باس تكون، ما فيها باس تكون ولد الناس، تكون رزين سيرتي عبد العزيز تكون رزين. هذا الشيء اللي كاين صراحه الدراري، وربي يوفق الجميع. امين امين امين. كي جاتك الحلقه السي انس؟ صراحة زوين، عجبني عجبني هادشي عندكم. تاويل طويل طويل. لا لا ماشي مشكل، ماشي مشكل، الله يحفظك. الله شكرا بزاف والله. لا صافي بليزير، كما قلت لك صافي بليزير انك تكون معنا مرة مجال التواتر، وبغينا تكون معنا مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله ملي يكون شي جديد ولا يكون شي كاين جديد. الجديد هو تكون معنا أنت وطوطو دراكانوف في حلقة واحدة إن شاء الله. فينا نصورة في باطو في مارينا في اكادير، فوق الباطو بالدرون بداكشي كامل. مرحبا صافي، انت هو الدايركتور ديال الحلقه. مرحبا بسم الله. الله يحفظك. الوغ الناس اللي كيتفرجوا فينا شكرا لكم بزاف، ديروا لايك كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم احبابكم، ديروا سبسكرايب، وكتبوا لنا في الكومونتير شكون الضيف اللي بغيتو في الحلقه الجايه ان شاء الله.